السلام عليكم حبايب المتابعين، عدنا لفأر التجارب. صراحة تذكرون هذه الوحدة؟ طبعا جريت عليها عدة تجارب، منها خلطت فيها غازات تبريد، وأيضا استبدلت الضغط من طن ونص بستن إلى روتري تقريبا طن ونص أو 2 طن، بس الضغط غاز 410، ولكن شحنت فيه غاز 22. في هذا المقطع إن شاء الله راح أشحن فيه غاز 410، يعني ما راح أغير شيء صراحة، راح يكون الضغط المستبدل اللي هو مناسب للغاز 410، الكابلري راح يظل مثل ما هو، وفقط راح أجرب أدخل فيه غاز 410 وأشوف وضع الوحدة هذه استهلاكها الكهرباء، تبريدها هل راح تتقبل أو لا. يعني النظام أصلا غاز 22، ولكن فقط الضغط مستبدل. راح أرويكم إياه. قبل هذا راح أخذ القياس، قياسات الأمبير لهذه الوحدة، راح أقيس الأمبير. راح نأخذ على السلك الأزرق نشوف، يقرأ حاليا 7 أمبير، 7.8 أمبير، 50 هرتز. هذا راح أخذ قياس الضغط الغاز. يقولون طبعا هذا الجهاز كامل 22، ضغط روتري 410 حاليا هذا اللي أخذه، وراح أخذ الضغط. زين، بعد ما أغسل الوحدة ونشوف الوضع. طبعا في هذا المؤشر أعطيني 8.4، راح أنظف الفلاتر، أبند الجهاز، أبند وننظف الفلاتر. والله الفلاتر متسخة جدا صراحة، طبعا جاء تطور، إذا لا أستطيع أن أنفك الفلتر بعدها راح أرفعها وأنظفها بالكامل. نظفنا الفلاتر، أيضا الشبك داخلي نظيف. الحين طبعا راح نشغل الوحدة مرة ثانية، راح تاخذ 3 دقائق لغاية ما تشتغل. أيضا راح أغسل الوحدة الخارجية أو المبرد الخارجي فقط من الخارج. طبعا راح أغسل الوحدة وهي تعمل، صراحة ما أنصحكم بهذه الطريقة، أترك هذه طريقة للأشخاص المتمرسين، لأن في كهرباء لا تقومون بهذا الشيء. زين، تلاحظون اني اغسل افقي. زين، مو افقي، تقريبا افقي ولا عمودي، المهم اوكي. هذا طبعا ما راح يدخل اي ماي داخل مباشرة من المروحة او القطع الكهربائية. اذا كنت متمرس ممكن تسوي هذه الحركة، غير هذه do not try it at home. راح اتركها لمدة 3 دقائق او 5 دقائق، زين، وايضا راح نقيس ضغط الغاز والامبير. تلاحظون الامبير نزل، راح اتركها تقريبا 5 دقائق لغاية ما ترجع الوحدة للوضع الطبيعي. صراحة ضغط الغاز حاليا 65 تحت 70. زين، الامبير تقريبا بحدود 7.7. الحين راح افرغ الغاز. زين، وراح اشحن غاز 410، نشوف الامبير بالضغط. راح اوصل الضغط تقريبا لغايه 110. زين، نشوف التبريد كيف. طبعا هذا الضغط روتري غاز 410، سبق ركبته على هذه الوحدة
وشحنت فيها غاز. زين 22 اوكي. هذا طبعا مستبشي. هي راح اشحن فيها غاز 410. الان داخل باكيوم. طبعا راح اتوقف عن الباكيوم اقلب من هنا. زين زين. وراح اشحن حاليا، راح اصفره، اشحن تقريبا في حدود 500 جرام. الوحدة هذه راح تاخذ تقريبا كيلو، ممكن راح تاخذ كيلو. زين هذه راح تاخذ تقريبا 1 كيلو. راح اشحنها 500 جرام اولا، وبعدين راح نشوف الوضع كيف. بند 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 بند. انا حاليا ممكن ايضا راح اصفره. ميتين جرام. أربعمائة جرام. خمسمائة جرام أحمده. زين أتمنى إن شاء الله أن فقط ما يكون عندي تسريب من هذه الأماكن، لأنه ممكن ينقص معي أو يزيد معي الوزن. زين أحيانا إذا في تسريب عندك يزيد. زين راح نشغل الجهاز الحين ونكمل التعبئة إن شاء الله. طبعا راح أبنده على أساس إني راح أخذ وقت. زين لا راح أخليه. شوفوا في مشكلة، ممكن عندي تسريب. لا ما عندي تسريب من هذه الأماكن، ما في أي تسريب. هني بعد ما في أي تسريب، لا زال ثابت على. زين راح أشغل الوحدة من داخل وشوف الوضع. الوحدة من الداخل بسم الله راح تأخذ 3 دقائق. شغلناها، راح نحطها على الهاي. والكول 18. وراح نقيس الامبير. شغل الوحدة. زين. نكمل التعبئة. وصلت تقريبا 110. نشوف كم الامبير راح يكون. حاليا 8.4.
راح نشحن شوي شوي. تقريبا حدود 1000 جرام من بير 8.6. هلا راح نزيد وصل تقريبا 80 نص. راح نكمل ايضا الضغط تحت 100 95 سرندير. راح ايضا ازيد 100 جرام الضغط حاليا 105 110 امبير 10 امبير.
احاول اوصله كيلو. عن هذا الغاز اللي داخل الماسورة أمور ما طيب صراحة 11.2 هنشوف درجة تبريد داخل عنا 1 كيلو بالضبط تقريبا. راح ناخذ درجة التبريد على بعد 2 متر. الامبير ايضا هنا بحدود 16.4 زيادة في الامبير شوية بسبب في الغاز. طبعا مثل ما لاحظتوا امانه ما بدلت اي شيء، سوى الطاقه سلمان فقط شحن غاز 410 في وحده بالاصل كبل الراديتر والمبرد الداخلي او المخر الداخلي 22، وراح نتركها ونشوف الوضع كيف الامور طيبه. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله. طبعا ما أنصحكم تسوون هذه التجارب، هذه كلها تجارب خاصة فيني وفي الفنيين المتخصصين زين، وشوف الوضع صراحة في الوحدات. طبعا أعيد وأذكر، الضاغط ليس ضاغط 22، ولكن الضاغط ضاغط 410 تم تغييره فقط. الضغط متغير في هذا الجهاز زين،
وايضا حاليا غيرت الغاز. زين سابقا على غاز 22 الضاغط هذا اصلا او الضاغط تم استبداله الى ضاغط 410 روتري. زين وشحن في غاز 22 وكان الامبير مثل ما شفتوا 7.7. حاليا تركت الضاغط نفسه 410 ولكن بدلت الغاز ووضعت الغاز غاز 410 في نفس المنظومه وحصلت على 11.1 امبير والضغط تقريبا في حدود 110 او اقل من 115. زين طبعا شحنت نفس الكميه كيلو تقريبا كميه النظام الغاز. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله.